الأهلي السوبر بطلا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على فيوتشر 4-2 بعد سيناريو غريب وعجيب. كابتن شريف ألف مليون مبروك. ألف مبروك. تموتونا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. البطولة السادسة لمستر كولر مع النادي الأهلي خلال سنة وشهرين. البطولة السادسة لمستر كولر. مباراة تليق بنهائي سوبر. برافو فيوتشر بصراحة، بعد ما يتأخروا بهدفين والأهلي ما يقدرش يعزز الهدفين وهو مسيطر على كل شيء في زمام الأمور في المباراة ويضيع أهداف، درس قاسي ودرس قوي جدا في لغة كرة القدم اتفرجنا عليه دلوقتي. يعني المباراة بتنتهيش إلا مع صفارة الحكم. صحيح. اللعيبة ما اتحركتش واللعيبة ما حسيتش بمسؤولية إلا بعد ما خرجوا 2-2. الحظ لم يحالف فيوتشر في الكرة العرضية اللي هي قبل ما انت تجيب الجول على طول، وابتسم للنادي الأهلي بعدها بثانية، وبعد ما الكرة دي ضاعت كلنا قلنا الأهلي هيكسب المباراة لأن دي كرة ما تضيعش وكان فيها بعض التعب ما قدروش ينفذوا الهجمة دي جيد جدا. حاجات كتير قوي في المباراة سمحت لفرقة فيوتشر انها تبقى معاك. خطأ حصل مليون مرة من عندنا، رابع مرة يحصل ان الديفندر يرجع لحارس المرمى الكرة. بتحصل. ما ينفعش والراجل لسه يصلح ويتعمل. حصلت فينا وحصلت قبل كده في الشناوي. يعني ليه احمل راجل احنا بنتكلم عنه كويس والراجل واقف زي الفل وكل حاجة، ايه اللي يودي الكرة هنا؟ ما انت كل مرة بتقطمها بتروح واخدها وتطلعها بره. ليه بتعمل اختبارات لنفسك وليه بتدخل فرقة مش قادرة تخش معاك في الجيم بأي شكل؟ ليه تدخلها وليه تخليها الحظ كمان يبتسم بشوطة تضرب في رجل لاعب وتتحاول تروح في الجون؟ ليه نعمل مشاكل؟ ولكن في النهاية الحمد لله ابتسم لك الحظ، يعني كالنادي أهلي. أنا بتكلم ده الطبيعي. يا أيمن احنا بنتكلم زي الشارع دلوقتي كله ما بيتكلم، احنا كنا بعيد عن كل اللي احنا كنا فيه ده، ولكن اهو يعني الحمد لله الناس اللي موجوده هناك دي كلها اللي كانت موجوده في الملعب وفي التلفزيون واللي في الشوارع والناس اللي بتتفرج، مباراه مش عايزين نشوفها تاني بنفس هذا الشكل. طب انت اتحركت وجريت واخدت المأخذ الجد لما دخل فيه الجول والتاني، طب ما انت من الاول نفس الشكل ده بلال واحنا قاعدين قلنا واحنا كسبانين 2 لازم نص الملعب ده بتاعك يبقى فيه 2 واقفين ثابتين في المنطقة دي، كل كرة بتترد بتاعتك انت خلاص، طول ما انت بتحاول تجيب الجون التالت خلاص انت هتجيب الجون التالت، ومعاك فرقة بيحصل تغييرات من بره وبيحصل تغييرات من جوه وبيحصل خلاص مسلمة لك الجيم، بتقولك خلص عليا بقى خلاص. وبصراحة أي كرة منظمة بتروح على جنش جون. أي حاجة فيها هدوء وفيها نظرة وانت بتلعب ما فيهاش يعني سرعة وتسرع وحاجات كده جول. ليه؟ لأن في فرق كبير قوي قلنا في الشوط الأولاني والشوط الثاني بين الفرقتين من إمكانيات لعيبة كل حاجة متاحة ليك أنت النهارده، التقدم بهدف، تقدم بهدف ثاني، إضاعة بتاع 6-7 أهداف مستر بيرسيتاو، يعني الكرة بتروح له ده مفيش أسهل وأنا رايح على الجون وأنا كسبان 2-0 غير وأنا رايح 0-0. ها؟ لا ده أنا كسبان 2-0 يعني احط الكره من فوق الراجل كده بالراحه، اعمل الكره الثانيه بالعرض صح، اعمل حاجات كتير قوي. مبروك. الحمد لله. مبروك وفوز صعب. هارد لك فيوتشر، هارد لك علاء. احنا بتوع الصعب. انت كنت هنا وعارف احنا ايه بالظبط يعني والاهلي ايه بالظبط. هو الاهلي دايما بتاع الصعب. لا ما فيش صعب النهارده ما فيش صعوبه. الحمد لله رب العالمين. كان رد بالغ جدا في الشوط الرابع بهدفين. صحيح. مش بهدف واحد. صحيح. واستحقيت من اول مباراه الحقيقه استحقيت الفوز. صحيح. ومن اول البطوله المفروض ان انت نمبر 1 في كل حاجه، ولكن لابد ان نعتبر هذه المباراه علامه فيها دروس، فيها دروس كتير قوي لينا احنا وللعيبه وللجهاز الفني وكل الناس. الف مبروك.